هذا هو القرآن نور هدى وأمان، يسمو بنا الدرجات ويفيض بالإحسان. يا دائم الترتيل الخير فيه جزيل، والصوت منك يزين إن كان بالقرآن. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. يقول المولى سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والصلاة كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور يستنير بها القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس. والراجح في تفسير قول الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أنه نور الطاعة والعبادة. وليس بالضرورة أن تكون هذه العلامة من خشونة الجلد في موضع السجود، فإن ظهور هذه العلامة في بعض الناس دون بعضهم ليس سببه الوحيد كثرة السجود أو قلته، فقد يكون بسبب اختلاف قوة وضعف جلودهم. فالأثر الحسي الذي يكون على وجه الإنسان من السجود ليس هو السيما التي ذكرها الله تعالى. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ فأجاب: ليس هذا من علامات الصالحين، ولكن العلامة هي النور الذي يكون في الوجه، وانشراح الصدر، وحسن الخلق، وما أشبه ذلك. أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد يظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد وحساسية عندهم، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود. قال الحسن: إنها بياض يكون في الوجه يوم القيامة. ففي الصحيح أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فمن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والصحيح أنه موقوف، وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والتفسير الثاني في الآية أن فيهم آثارا ترى في الوجه من ثرى الأرض، أي من التراب أو ندى الصخور، وروي ذلك عن ابن الزبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي، حيث لا فراش للمسجد إلا ترابه وحصباؤه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ترابا كان يعلق بالجبهة، وهذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد كان مفروشا بتراب وحصباء، فلذلك كان يعلق التراب في جباههم. أما الآن فالمساجد تفرش بالفرش، فالسيما هي علامة السجود المعروفة، أو أنها التراب الذي كان يعلق في جباههم، أو أنها السمت الحسن والخشوع، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أما لماذا تظهر علامة الصلاة على وجوه الرجال دون النساء، وكذلك لا تظهر على وجوه بعض الرجال المكثرين من الصلاة؟ فهذا الأمر يرجع إلى طبيعة جسم كل إنسان وكيفية سجوده وطوله وكثرته، وأهم من ذلك ما يسجد عليه. فكلما كان الشيء الذي يسجد عليه أخشن كانت هذه العلامة أظهر،
وعموما ليس هذا هو الأثر المقصود في الآية، ولا تعتبر هذه العلامة دليلا على صلاح الإنسان أو عدمه، فكما قلنا إنها قد تظهر على من لا يحسن الصلاة أو من يصلي الفرائض فقط. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.